سلام، ان شاء الله راكم كامل بخير. اليوم جيتكم وصفه طلبتوها مني في الانستغرام، قلت لي كيفاش الطريقه تاعك باش ترفدي الكسره بلا ما تفسد لا فورم تاعها. كيفي اليوم راني جبت لكم هذه الوصفه سهله كامل تعرفوها. بصح ما نساوش البنات اللي مقبلات على الزواج، نخمو عليهم شويه، نديروا لهم حاجات اللي تبان سهله، مي هما هذه الحاجه بالك جامي داروها ولا سياوها. وتاني انا الهدف تاعي انه الوصفات الجزائريه توصل لاخواننا العرب وحتى المشي العرب اليوم يتبعوا فيا باش ثاني يتعلموهم ويجربوهم. الكسره انا نستعمل دقيق، ماشي رقيق كامل، نستعمل اللي فوقه. الزيت نخلط زيت الزيتون وزيت نورمال والملح بيان سور. تشوفون هنا برك نوريلكم الدقيق تاعي كيفاش داير. حنا ما عندناش بزاف الخيار في الدقيق، انا ما نكيلش، نحط يعني ديراكت. بصح دوك نوريلكم زوج طرق كي تكيلو وكي تحطو. برك انا كي نديرها بيان سور عيني هي ميزاني، بصح الوحده اللي جامي سيتها ما تقدريش تقولي لها عينك هي ميزانك. سكي في هنايا يعني نسيدها بلو بول باش نعطي لكم ابوبري المقادير باش ما تتبحروش يعني كي تبداوها. ديروا الملح هكذا، يا هي من المفروض تحطوا الملح في الوسط تخلطوه مع الزيت وما تخلطوا كامل كلش كيف كيف. هنايا يعني نوريكم كيفاش تعرفوا المقدار تاع الملح، ديروه كامل من الفوق هكذا حتى تغطوا كامل لا سيرفاس تاع الدقيق تاعكم. ومن بعد الزيت، شوفوا انا درت فنجان تاع زيت الزيتون وفنجان تاع زيت تاع الطبخ. بديت بزيت زيتون خاطرش انا نحب يجي فيها الذوق تاع زيت الزيتون. كاين يديروها كامل بزيت نورمال ما يزيدوش زيت الزيتون، وكاين يديروها غير زيت الزيتون. انا ندير ماشي نص نص، مي زيت الزيتون يغلب. راني درت فنجان كامل وزدت معاه نص تاع الزيت نورمال. نتوما لازم تشوفوا يدكم فيها شويه زيت، خرج فيها زيت ماشي ناشفه. اذا ناشفه يدكم كي خلطتوا كامل دقيق عارفوا بلي مخصوصه. انا ما نحبهاش يابسه الكسره، نحبها بصه يعني طريه كومام، باش لاخاطش انا اشاك فوا ندير بزياده نحطها في كونجيلاتور، وكي نجبدها نجبد هذه القهوه تاع الصباح ولا نديرها غير في الكريبان تولي جديده، تقولي هذاك وين طابت ما تيبسش. والماء راني ندير ديرو غير بشويه، تخلطوا غير بلي دوا يعني ما تعجنوهاش، ديروا كامل الماء هذا باش تعرفوا ابخي كي تشوفوها بلي كامل دارت كريات هكذاك صغار. ومن بعد انا نسيب يدي نشوفها اذا شتها بلي نطمت ما تكسرش العجينه نبدا نطم فيها، ومن بعد تعجنوها. اللي ما يعجنش الكسره كي يبدا يحلها حد تقسم لكم كامل تشقق في لي كوتي ورايحه تجيكم يابسه. فوالا هكذا طموها كامل ومن بعد تعجنوها. نتوما ديروا في بالكم باللي العجينه اللي تحصلوا عليها هكذا كي ديروا الماء مور ما تعجنوها راح تزيد تشرب اكثر. مع الاول تكون محببه تقوشي ماشي ليس، دوك تشوفوها نوري لكم. ومن بعد مور ما تعجنوها راكم راح تشوفوا باللي ولات فريمون ليس وطريه، مي ما لازمش تكون جاريه بزاف لخاطرش هكذاك من بعد ما تقدروش ترفدوها، ماشي حاجيكم خبز كسره يعني حاجيكم حاجه طريه بزاف. وهذه هي طريقتي كيفاش ندير. نحط الدقيق تاعي هنا، راني حطيت قيس وحده، وندير فونتان في الوسط، نحط الملح، نزيد الزيت تاعي وزيت الزيتون، نخلطهم هكذاك باش الملح يتخلط مع الزيت. ومن بعد نبدا نطم في الدقيق تاعي كامل، نحكو مليح بين يديا باش هذاك الدقيق كامل يقيسو الزيت. وقلت لكم كيما سبق تشوفوا الزيت اذا مليح ولا مخصوص في يدكم، اذا شتوا يدكم باللي ما فيهاش الزيت معناتها مخصوص زيدوا شويه. اذا كانت كسره عاديه كيما الاولى هنايا تبداو ديروا الماء، مي بصح اذا حبيتوا تزيدوا اضافات كيما هنايا درت المعدنوس والزيتون ديروه قبل الماء هكذا، تحكوا مليح بين يديكم باش هذاك الزيتون والمعدنوس يتلقوا النكهه تاعهم. ومن بعد تبداو ديروا في الماء زيادات راحين يكونوا على حسب المناطق، كاين يديروا البصل كاين يديروا الثوم كل واحد واش يدير، كاين يديروا كسره عاديه وفي الوسط يديروا طوماطيش. انا ما نديرها تاني نحبها في الصيف، ديروا طوماطيش الطوماطيش بالفلفل كل واحد كيما قلت لكم كل واحد واش يحب، وتغلقوها هكذا في ليكوتي وطيبوها يجوزوش طبقات، وفي الوسط طوماطيش ولا اي فاخس حبيتوا ديروها كيف كيف. طموا كامل العجينه عجنوها مليح باش ما تشقق لكمش
وخلوها ترتاح، مهم بزاف تخلو العجينه تاع الكسره ولا اي عجينه تاع غاطو ترتاح باش ما تعذبكمش. لو كان تم تحلوها معاكم خدمتوها عجنتوها، راكم راحين نتوما تحلو وهي تغلق تولي تخشي الاستيكي. خلوها ترتاح نص ساعه ساعه على حسب شغلكم، وشنو غطوها باش ما تنشفش. وهنايا راني باش نديرها ديفيرون، راني درتها بهاد لومبورت بياس، ولا تحبوا ديروها خبزه نورمال كيما تحبوا. والعجينه اللي تقع طموها وحطوها دو كوتي حتى تريح تاني باش ما تكونش الاستيكي، خاطش بلون بورت بياس على شاك فوا تعاود تغلق لو كان ديروها تمتم. وهنا هاد الطاجين ما ندمتش عليه، شريته في الجزائر عنده واحد 10 سنين، ما يلصق ما هو فريمون هايل. طيبوهم دو كوتي على شاك فوا تقلبوهم باش ما يلصقوش، وتاني باش يطيبوا مليح تستعملوا تاني الترشون باش تعبزوا باش يكون كامل لا سيرفاس تقيس الطاجين تاعكم. وهنا نوريكم الطريقه الكلاسيكيه، نبدا قبل بيدي ومن بعد نكمل نحلها. تحبوا تقبوها بالفرشيطه ولا بهذوك سبيسيال تاع الكسره، مي ما نحبوش بزاف باسكو دوك تقابي ما يجوش ريغولير، وتحطوها فوق الطاجين تاعكم. انا الطاجين قبل ما نحط الكسره تاعي كي يسخن مليح سوبالا ولا ندير فيه شويه زيت ونمسحه من فوق هكذا باش ما تلصق لكم. شوفوا تبوجي وحدها هكذا تقعدوا تدوروا فيها باش تطيب لكم كامل كيف كيف، ما تقوش على النار باش ما تحرق لكمش والداخل تقعد لكم معجنه. طيبوها بالعقل. انا هنايا فريمون ما بازيتش بزاف على لا كويسون، انا كنت مهم يعني الطريقه كيفاش نوري لكم كيفاش ترفدوها كيفاش تقلبوها. كاين دي زوندرا وين طابت يعني شويه زياده، كاين دي فوا نديرها انا دائما ما نديرش وحده ندير بليزيور كيما قلت لكم، نحط في الكونجيلاتور يشربوا بها قهوه ولا مي تاني على جال كل واحد كيفاش يحبها. كاين اللي يحبها رقيقه مقرمشه كيما انا نحبها شويه خشينه، سكيفي لا كويسون والعلو تاعها يرجع لكم ليكم نتوما كيفاش تحبوا. وهاي ليك النتيجه الاخرى كيفاش يعني جوست مع البن صافخه لافير. كيما هنايا انا تاع بالرايب درتو في الدار، شينا الحليب تاع البقره وروبتو وفوالا. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو، تكون ساعدت اللي طلبوها مني، ونقول لكم انايا من الفيديو الجاي دمتم في رعايه الله وسلام.